ببركة غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس لأوفرس الثالث وقرار المجمع المقدس، سيما الشماس اندراوس شامية كاهنا متوحدا بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وفي عظة القداس هنأ سيادته الكاهن اندراوس على نعمة الكهنوت المقدسة، كما أعلن سيادته تعيين الشماس الجديد رئيسا روحيا لمحافظة العقبة. عاونه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور أهل الأب اندراوس وأقاربه وجمع من المؤمنين. كن دائما بسلام، كن دائما بفرح، وكن دائما عارف بوصلة قلبك لوين متجهة نحو ملكوت السماوات. غاد انت والرعية رح تؤتمن عليها. قود نفسك والرعية، رعية المسيح لمين الخلاص اللي هو الملكوت السماوي. يا ابني، اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة انت رح تكون الرئيس الروحي لمحافظة العقبة، رح تستلم رعاية منطقة مهمة. هاي الرعية، رعيتنا في العقبة، شعرت كتير منا إنه نحن تركينها، ولكن اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة أنت رح تكون الرئيس الروحي لهاي المحافظة، حتى تقدر هناك مع أبونا توما الكاهن الموجود هناك المناوب إنك تقدر تخدمه رعيتنا المحروسة من الله عند القديس نيكولاوس في العقبة. وفي الصلت سيما الشماس زكريا رزق كاهنا على مذبح الرب بوضع يد المطران خريستوفوروس، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيد العذراء. وقد أوصى سيادته الكاهنة الجديدة بأن ينتبه من أجل خلاص نفسه بصلاة يسوع، وأن يهتم في حياته بتنمية الفضائل التي تقوده والرعية إلى المسيح. عاون سيادته في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عائلة الكاهن وجمع من المؤمنين. يا ابني، وبعد هيك بدك تهتم قد ما بتقدر أكثر في الخدم اللي رح توكل إليك من قبل الكنيسة ومن قبلي كأسقف ببركة صاحب الغبطة، حتى تقدر تخدم الرعية المؤتمن عليها. أنت يا ابني رح تخدم هون مدينة السلط، هاي المدينة اللي هي من أهم مدن الأردن، هاي المدينة اللي نحنا بكل أسف قصرنا كثير زي ما قصرنا بكل مناطق الخدم في المملكة، ولكن حان الوقت إنك أنت مع قدس الآباء الأجلاء الموجودين، والآباء الموجودين هم من خيرة الآباء الكهنة، قدس الإرشمندريت خريستوفوروس الرئيس الروحي، أبونا جبرائيل، أبونا نكتاريوس، زملائك من هاي اللحظة في الخدمة. وصاتي إلكم بدكم تعملوا بقلب واحد، بفكر واحد، بروح المحبة، مش كأربعة ولكن كواحد، لأنه المسيح واحد والكهنوت واحد والخدمة واحدة والهدف واحد اللي هو خلاص نفوسكم وخلاص أبناء الرعية.